وخلونا نروح بقى الملف السياحة. النهاردة في خبر سعيد لكل العاملين في ملف أو مجال السياحة، وهو وصول أول طائرة من روسيا إلى مطار شرم الشيخ وعلى متنها 223 سائح روسي. وكان خط سير الرحلة من روسيا إلى كازاخستان ومن كازاخستان إلى شرم الشيخ. كان في الحقيقة تنسيق أمني على مستوى عالي، وده لتشجيع السياح الروس لزيارة مصر عبر كازاخستان لحد بس ما تعلن الحكومة الروسية عن فتح الطيران المباشر. معانا على التليفون عفوا النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب. سيادة النائب اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، ازيك يا اهلا بحضرتك. قولي اهمية الرحلة بقى دي النهاردة ايه، والى اي مدى ده ممكن يبقى بداية لانفراجة يعني في الفترة اللي جاية فيما يخص السياحة الروسية؟ طبعا مما لا شك فيه ان طبعا انه وصول دي انا احنا بنسميها بلاكي بشرة خير، انه دي يعني بوادر ان شاء الله لانفراجة. ويمكن كان هناك تساؤلات بعد زيارة السيد الرئيس ويعني توقيع الاتفاقية التعاون المشترك أو الاستراتيجية يعني المشتركة بين الدولتين، كان هناك تساؤلات إمتى هيبدأ عودة نشاط ما بين سياحي ما بين روسيا وما بين مصر وبالأخص لمدينة شرم الشيخ. دي بالنسبة لنا يعني بداية مبشرة جداً. قد يكون يتراءى للبعض انه كازاخستان، لكن كازاخستان دوله مهمه احنا بنشتغل عليها بقالنا مده، هي واوزبكستان وفي بعض الدول التابعه لروسيا. ان شاء الله عوده الطيران المباشر من روسيا الى الاراضي المصريه سواء لشرم الشيخ او للمدن السياحيه الاخرى ان شاء الله هيبقى يعني في فترات متقاربه. وزي ما كنت بقول لبعض السادة النواب عندنا في المجلس انه العودة التدريجية في مصلحتنا. يعني الحقيقة طبعا هي بشرى خير لمصر كلها، ونتمنى بقى انه احنا نبتدي كقطاع سياحي ان احنا نهتم بقى بالجودة، علشان انحسار السياحة الفترة دي خلت الطلب متزايد علينا والناس متلهفة، فان شاء الله يعني يقضوا وقت ممتع في مصر ويرجعوا بذكريات جميله تساعد على تنشيط السياحه مره اخرى لمنطقه شرم الشيخ باذن الله. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب عمرو صدقي، شكرا لحضرتك.